يا صباح الورد، صباح الحب، صباح السعادة، صباح الجمال وراحة البال. يا رب يا رب يا رب اللي تبقى مالية بيوتنا والاطمئنان اللي يملى حياتنا يا رب، ويسعدنا ويسعدكم أنا وأنتوا كل من قال أمين ويتمنى الخير ليا يا رب، اللهم أمين. النهاردة بقى الأكلة مش عادية يا جماعة، النهاردة بقى أكلة فظيعة من اللحمة الجميلة المصرية. يا رب ارحم أمي وأبوي يا رب، واغفر لهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة يا رب، اللهم أمين. يلا 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 يلا، عندي هنا كده الصينيه بتاعتي وعندي زبده، تمام. هنعمل احلى لحمه محمره السمنه بقى البلدي او الزبده البلدي دي. يا سلام، موضوع كبير يا جماعه، موضوع كبير. عارفه انا عايزه الزبده كلها. يا سلام يا سلام، يا نهار يا جماعه، يا نهار يا جماعه، يا نهار يا جماعه. اللحمة بقى الفظيعة دي هنزل صوص الثوم. الطريقة دي خطيرة خطيرة خطيرة. طبعا النار بتاعتي عالية موت. باخد بقى اللحمة بقى. يا ربي تسلم ايدك يا محمد ابن خالتي. لحمة عسل، عارفة العسل؟ عسل. اللحمة دي كانت ماما الله يرحمها ويغفر لها بتعشقها بتعشقها. حمرها كويس فكان في ثلاثة فرق اسود وملح بس، مش هنقلبها، هنغطيها كده لغاية ما تستوي، بعد كده هحط عليها مية شوية شوية. الصوص بقى سبتها لما تتحمر كده، نقلبها بقى الناحية التانية. يا نهاري على الجمال، يا نهاري على الريحة والجمال. واحدة كده تتقلب يا جماعة يا جماعة. والتوم بقى اهو، التوم بقى كده بروح هرساها كده، التوم خلاص استوى اهرس كده، فاهمين؟ الطريقة دي فظيعة كده كده. هتاكلوا احلى لحمة محمرة ان شاء الله بالطريقة بتاعتي دي كده. ايوه التوم اهو كده، نحطها هتتحمر الناحية التانية دي. شوية مية شوية مية لغاية ما تستوي بس كده. وهي بقى تستوي كده عندي هنا بقى ايه، شعرية والزبدة البلدي. هحمرها بعد كده انزل عليها بالايه، بالرز المصري يا جماعة، ومعلقة من العسل بقى، معلقة من العسل الابيض وشوية الملح طبعا لو حابين تحطوا في الاسود او غيره. وتاخدي احلى رز بالحياة كلها. يا سلام ما شاء الله، حطيت قطعت عليها شويه باسترما، ما اعرفش عملت كده ليه ازاي، بس اهو هاخد طعم هنا شويه ميه صغيرين، شويه ميه في شويه كده وغطيها. هنا هو الرز بيتحمر، الشعريه بتتحمر، بعد كده انزل بالرز اشمعه. واشمعه بس. انتوا عارفين بقى كده تحطي الميه بتغطي الرز وتوطي عليه النار لما يتشرب. حطيت الميه يا جماعه ومعلقه عسل صغيره، كنت احطها مع الشعريه بس نسيت. بس كده قلب والميه بصوا متغطيه، بس اغطيه بقى يتشرب، بعدين بقى هغطيه واوطي عليه. هنشوف بقى كده اللحمه بتاعتنا. يا نهاري على العسل، يا نهاري على العسل. ما تحطيش غير فلفل اسود بسيط وملح فقط لا غير. دلوقتي بقى يا جماعه حطيت ايه، حطيت طماطميه قسمتها بالنص كده وسبتها تفك، بعد كده اعمل بس كده بسقعها، يعني غطيتها لغايه ما تطريت، بس اعصرها كده وبس كده خلصت صينيتي.
هتستوي بقى مع حبة المية الصغننين دول، وتدوب بقى وناخد أحلى صوص، أو حطيت عود في كده فلفل صغنن رومي يا كنكهة بس مش أكتر. وبس خلاص، هتاخد بقى الصوص الجميل التقيل والمية تخف شوية، ونشوف بقى جمالها. يا نهاري بجد على اللحمه دي، مهما اقول واتكلم عنها مش كافيه حقها. طبعا جنبها الرز البشعريه اللي بالزبده، ما نسياش جنبها طبق السلطه مع الدريسنج الخطير ده. اللهم بارك. صباح الجمال والحاجات المصريه الجميله الحلوه الفظيعه الروعه دي، القمر دي، كتاكيت وهوز بسكوت النايس. تسلم ايد خالتي حبيبتي جابوه من عبد الله، ما شاء الله. بقى عندنا كراتين بقى، كل ما يخلص نحط. تسلم ايدك يا خالته مع القهوه بقى بتاعتي، يا سلام. تسلم ايدي يا حبيبه قلبي مع القعده بقى العربي الجميله دي، يا عيني. ضعنا ضعنا يا جماعه ضعنا.